لائق يعني. الرجال ما بيتأسوش بقوتهم الجنسية. لا هذا لا هذا كلام الرسول جاء يا ابن الحلال جاء للناس كلها صلى الله عليه وسلم. يعني, هي بتسألك سؤال وانت ما جاوبتش يعني عليه. هي بتقول لك ماذا سأستفيد أنا الآن من إن أعرف إن الرسول كان قوته مثلا 40 حصان في السكس. في غيرها يستفيد. طيب هي ما تستفيد إيه؟ طيب يستفيد. طب ممكن تقول لي أنت استفدت إيه لما عرفت المعلومة دي؟ استفدت اني حبيت الرسول زياده الصراحه والله حبيت. يعني احنا